مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب كيريانا إيسون من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب يا إيريا لا يصار من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيريا إيسون من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس من عديد يا سيد والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيريا إيسون من أجل هذه الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب كيريا إيسون من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيريا إيسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا لا إيسون بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.
بارك يا نفسي يا رب ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس بشفاعة والدات الإله يا مخلص خلصنا. بارك يا نفسي يا رب ولا تنسي جميع أحسناتي بس فيس تستيوتك وساتر ساسنما رب هيأ في السماء عرشه ومملكته تسود على الجميع بشفاعة والدات الإله يا مخلص خلصنا. بارك الرب يا جميع أعمالي في كل موضع من مواضع سيادته المجيلة والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين أمين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا الله أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتوليات مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سبحي الرب سبحي يا نفسي يا رب سبحي الرب في حياتي ورتل لإلهي ما دمت موجودا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه صنم أسياثه وأنستاسك نكرون صالون داسي هللويا الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا يملك الرب إلى الأبد إلهك يا صيون إلى جيل فجيل صوصني ما سياثه وأنستاسك نكرون صالون داسي هللويا المجيلة والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب إلى الأيس أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب
لأنك إله صالح محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن حضرت من العلو يا متحنن وقابلت الدفن ذا ثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الألم، فيا حياتنا وقيامتنا يا لأنك احتملت التعذيبات وصرت كأيوب آخر، ف
فمجدت الله الذي كلا لك بمجد غنى المعجزات. افرح دليل المتوحدين، افرح مصباح النور الباهي، افرح سرور الطيب دافقا من بقاياك الطاهران. لقد ظهرت أيها الحكيم خار الأنبس مثل عمود للكنيسة المسيح غير متزعزع، ومصباحا للمسكون دائما الإنارة، وتلالت في العالم بواسطة الاستشهاد، فأزلت ظلمة العبادة الوثنية أيها المغبوط، فلذلك تشفع بدالة إلى المسيح في خلاصنا. قد أظهرتك نعمة المعزي قديسا جديدا في أوقات الاضطهاد والضيق، للأمراض طبيبا وشافيا، وللنفوس راعيا ومرشدا. فيا أيها الآب البار لوقا، يا مثال المتزوجين والمتوحدين، تشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. هلم أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سلفريا ورعاية أهينا، من ظهر في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيل، بما أنه خادم المسيح الإلهي إذ ينبع الأشفياء في كل الأحوال للصارخين إليه بإيمان. المجد للمسيح الذي مجدك، المجد لمن جعلك عجائبيا، المجد للصانع بك الأشفياء للجميع. إن أيقونتك المقدسة أيتها العذراء الطاهرة الوسيطة لخلاصنا هي كنز في كنيسة القديس نكتاريوس رئيس كهنة المسيح وملجأ أمينا تنعم بالمواهب على كل المؤمنين في كل يوم. لهذا نسبحك بغير انقطاع يا عروس الله. إني أنا مدينتك يا والدة كرايات الغلبة يا جندي يا محامي، وأقدم لك الشكر كمنقذ من الشدائد. افرحي يا عروس
إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. Αυτήν
إنا في تفسن نذكسيان سو إسبالا قدموا لربي أبناء الله حكمة فلنصغي فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين يا إخوة إن الله لما وعد إبراهيم إذ لم يمكن أن يقسم بما هو أعظم منه أقسم بنفسه قائلا لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا وذاك إذ تأنانا للموعد وإنما الناس يقسمون بما هو أعظم منهم وتنقضي كل مشاجرة بينهم بالقسم للتثبيت فلذلك لما شاء الله أن يزيد ورثة الموعد بياناً لعدم تحول عزمه توسط بالقسم حتى نحصل بأمرين لا يتحولان ولا يمكن أن يخلف الله فيهما على تعزية قوية نحن الذين التجانا إلى التماسك برجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس أمينة راسخة تدخل إلى داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لنا وقد صار على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب هللويا 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 فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير مجد لك يا رب المجد لك فلنصغي في ذلك الزمان
دنا إلى يسوع إنسان وسجد له قائلا: يا معلم، قد أتيتك بابني به روح أبكم، وحيثما أخذه يسرعه وفيزبد ويصرف بأسنانه وييبس. وقد سألت تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدرون. فأجابه قائلا: أيها الجيل الغير المؤمن، إلى متى أكون عندكم؟ حتى متى أحتملكم؟ هلما به إلي فأتوه به، فلما رآه للوقت صرعه الروح فسقط على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: منذ كم من الزمان أصابه هذا؟ فقال: منذ صبام، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي المياه ليهلكه، لكن إن استطعت شيئا فتحنن علينا واغثنا. فقال له يسوع: إن استطعت أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. فصاح أبو الصبي من ساعته بدموع وقال: إني أؤمن يا سيد، فأغث عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتبادرون إليه انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأبكم الأصم، أنا أمرك أن تخرج منه ولا تعد تدخل فيه. فصرخ وخبطه كثيرا وخرج منه فصار كالميت. حينئذ قال كثيرون: إنه قد مات. فأخذ يسوع بيديه وأنهضه فقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه فقال على انفراد: لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: إن هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. ولما خرجوا من هناك اجتازوا في الجليل، ولم يرد أن يدري أحد، فإنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن البشر يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. المجد لك يا رب الأزلات. إذا سبطا لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول: كيريليسون. أيها الرب الضابط الكل، لها بينا نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس
وابينا ورئيس سقيفتنا خريستوفوروس ومن عديد يا سيد وكل إخوتنا في المسيح ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيها الرب إلهنا، تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي وارحمنا بحسب كثرة رحمتك، واسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية، لأنك إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. صلوا أيها الموعوظون للرب، أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم وعضد واحفظهم يا الله بنعمتك. أيها الموعوظون، احنوا رؤوسكم للرب. لك يا رب. أيها الرب إلهنا الساكن في السماوات والمطلع على كل أعمالك، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين احنوا أعناقهم أمامك، وامنحهم النير الخفيف، اجعلهم أعضاء كريمة لكنيستك المقدسة، وأهلهم لحميم إعادة الولادة ولغفران الخطايا ولسربال عدم البلا، حتى يعرفوك يا إلهنا الحق، لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا كل الموعوظين اخرجوا، أيها الموعوظون اخرجوا، يا كل الموعوظين اخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين، يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أنت يا رب أريتنا سر الخلاص هذا العظيم، أنت أهلتنا نحن عبيدك الأذلة غير المستحقين أن نصير خداماً لمذبحك المقدس، فاجعلنا بقوة روحك القدوس كفءاً لهذه الخدمة، حتى نقف غير مدينين أمام مذبحك المقدس ونقدم لك ذبيحة التسبيح، لأنك أنت الفاعل كل شيء في الكل، وامنحنا أن تكون ذبيحتنا مرضية حسنة القبول لديك عن خطايانا وعن جهلات الشعب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا الساكن في السماوات والمطلع على كل أعمالك، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين احنوا أعناقهم أمامك، وامنحهم النير. أيها الإله، يا من افتقد ضيعتنا بالرحمة والرأفات وأقامنا نحن عبيده الخطأ الأذلاء غير المستحقين أمام مجده المقدس لنخدم مذبحه المقدس، أنت أيدنا بقوة روحك القدوس في هذه الخدمة، ومنحنا كلاما لدى فتح أفواهنا لنستدعي نعمة روحك القدوس على القرابين المزمعة أن تقدم. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي انا الخاطئ.
Oh,
المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة الرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح
المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت فينيديكتوس والشماس سوفرونيوس مع الراهب صابا جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والأمراض والشدائد الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة والذين يتابعون من البيوت وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. اذكرني يا أخي وشريك رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين ورئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم مع عبيد الله زكي فوزي أمل جليل خليل طارق قيس حازم بريسيلا ماريانا وسيف والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. كرم الموضوع إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيري من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كامل
كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. أرسكوي كيريا غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أرسلك كيريا أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. أرسلك كيريا أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. أيها الرب إلهنا، يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقا للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية، أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس، فارتضي إذن يا رب أن نصير خداما لعهدك الجديد نخدم أسرارك المقدسة. اقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس لنصير أهلا لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهلات الشعب، حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس. اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحروقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقديمات صموئيل السلامية، وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية كذلك تقبل بفرض صلاحك يا رب من أيدينا أيضا نحن الخطأ هذه القرابين، حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادل الرهيب. برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. بآب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر وغير مؤمن
الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي مجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود لهم مجد، الناطق بأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلامة ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا فوق يا لنا عند الرب لنشكرن الرب لحق حق وعدل ولائق في الحقيقة بعظمة جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المجود له أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي، وأن نقدم لك بقلب منسحق وروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة، لأنك أنت منحتنا معرفة حقك، ومن هو كفء لأن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسابيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين. يا سيد الكل، رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة، الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق الذي لا بدء له، غير المنظور، غير الموصوف، غير المدرك، غير المستحيل، أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا، الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم، موضح في ذاته إياك أيها الآب، وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي، الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس، الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السربدي، لأن كل البرايا عبيدك، فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشروبيم الكثيري العيون، ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك، لكل واحد منهم ستة أجنحة يحجب بجناحين وجهه وبجناحين رجليه وبجناحين يطير، ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفتر. بتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السباوت ملأ
بمجدك هوصانا في الآلي مبارك الآتي باسم الرب هوصانا في الآلي. إن نهتف نحن الخطاة أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت حقا وكلي القداسة ولا قياس لجلال قدسك وبار أنت في كل أعمالك لأنك بعدل وحكم حق جلبت علينا كل ما جلبت فإنك أيها الإله لما جبلت الإنسان بأخذك تراب من الأرض وأكرمته بصورتك وضعته في فردوس النعيم ووعدته بحياة خالدة وبتمتع في خيرات أبدية إذ حفظ وصياك لكنه لما عصاك أيها الإله الحق خالقه وانقاد إلى غواية الحية فأميت بزلاته نفيته بحكمك العادل من الفردوس إلى هذا العالم يا الله وأعدته إلى الأرض التي أخذ منها مدبرا له الخلاص بإعادة الولادة بمسيحك نفسه فإنك لم تمقد جبلتك التي صنعتها أيها الصالح مقتا نهائيا ولا نسيت عمل يديك بل افتقدت على طرائق كثيرة بتحنن رحمتك فأرسلت الأنبياء وصنعت قوات على أيدي قديسيك الذين أرضوك في كل جيل وكلمتنا بأفواه عبيدك الأنبياء فسبقت وأخبرت بالخلاص المستقبل وأعطيتنا ناموسا يعيننا وأقمت ملائكة تحرسنا ولما حان كمال الأوقات كلمتنا بابنك نفسه الذي به صنعت الظهور الذي هو شعاع مجدك وصورة أقنومك وحامل الكل بكلمة قدرته فلذلك لم يعتد مساواته لك أيها الإله الآب اختطافا ومع كونه إلها أزليا ظهر على الأرض وخالط الناس وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذا صورة عبد وصار مساويا لنا في هيئة جسدنا الوضيع لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة دخل الموت ارتدى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديس الدائمة البتولية مريم ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحك فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص وأبعدنا عن ضلالة الأوثان وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله الحقيقي مقتنيا إيانا لنفسه شعبا خاصا كهنوتا ملوكيا أمة مقدسة وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستوليا علينا أرقاء تحت الخطيئة وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات إذ لم يكن ممكنا أن يضبط عنصر الحياة في البلا فصار بكورة الراقدين وبكرا من بين الأموات لكي يكون هو الكل متقدم في كل الأشياء وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله وقد ترك لنا تذكارات آلامه الخلاصية التي نحن واضعها الآن أمامك اتباعا لوصاياه فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم فيما كان مزمعا أن يخرج ماضيا إلى موته الطوعي المجيد المحيي أخذ خبزا في يديه الطاهرتين المقدستين ورفعه إليك أيها الآب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي
الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد آلامه الخلاصية، صلبه المحيي، ودفنه الثلاثي الأيام، وقيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السماوات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه، نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين الذين أهلنا لخدمة مذبحك المقدس لا بالنظر إلى برنا، لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء وندنو من مذبحك المقدس، وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين، نطلب إليك ونسألك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويوضح. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. وأما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. المغرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. 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 وأما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة، فجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين وروح كل صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. يا كان نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا. وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر. أيتها الهيكل المتقدس
والفردوس الناطق فخر البتولية التي منها تجسد الإله وصار طفلا وإلهنا قبل الدهور لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحبا من السماء لذلك يا ممتلية نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك. وأيضا نطلب منك يا رب أن تذكر كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية الممتدة من أطراف المسكونة إلى أطرافها التي اقتنيتها بدم مسيحك الكريم ومنحها السلام، وثبت هذا الدير المقدس إلى منتهى الدهر. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين لأجلهم والذين بواسطتهم قدمت والأسباب التي قدموها لأجلها. أذكر يا رب الذين يثمرون والذين يعملون في كنائسك المقدسة والذين يفتقدون المساكين، كافئهم بمواهبك الغنية السماوية وهبهم عوض الأرضيات السماويات وعوض الوقتيات الأبديات وعوض الفانيات الباقيات. أذكر يا رب الذين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. أذكر يا رب العائشين في البتولية والتقوى والنسك والسيرة الحميدة. أذكر يا رب ملوكنا المؤمنين الحسني العبادة الذين ارتضيت أن يملكوا على الأرض، كللهم بسلاح الحق بسلاح رضوانك، وظلل على رؤوسهم في يوم القتال، ارفع يمينهم وأيد ملكهم، اخضع لهم كل الأمم البربرية القاصدة الحروب، هبهم سلاما وطيطا لا يبتزع، بث في قلوبهم الخير والصالح لكنيستك ولكل شعبك، لنقضي في ظل أمنهم عمرا مطمئنا هادئا على تمام حسن العبادة والتهذيب. أذكر يا رب كل رئاسة وسلطان وإخوتنا الذين في البلاط وكل المعسكر، احفظ الصالحين بصلاحك واصلح الأشرار بخيريتك. أذكر يا رب الشعب الواقف حولنا والذين يتابعوننا والذين يصلون معنا والمتخلفين عنا لأسباب مرضية لديك، وارحمهم وإيانا بحسب كثرة رحمتك. املأ خزائنهم من كل الخيرات، احفظ جيزاتهم في سلام ووفق ووئام. رب الأطفال ونمهم، هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عز الصغيرين النفوس، اجمع المتشتتين، رد الضالين وضمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، اعتق المعذبين بالأرواح النجسة التي تعذبهم، رافق المسافرين في البر والبحر والجو، اعتني بالأرامل، اعضد اليتامى، انقذ الأسرى واشفي المرضى. اذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والكوارث المتنوعة والأوبئة وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم، والذين يحبوننا والذين يبغضوننا والذين أوصون نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. اذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك واسبغ على الجميع رحمتك الغنية، مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. أما الذين لم نذكرهم نحن، إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله العالم بسن واسم كل إنسان والعارف كل إنسان من جوف أمه، فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم ورجاء اليائسين ومنقذ المكابدين أهوال الشتاء ومن المسافرين في البحر وطبيب المرضى. كن أنت الكل الكل يا عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذه البطريركية وهذه المطرانية وهذا الدير
وهذه المدينة التي نحن ساكنها وكل المدن والقرى من الجوع والأوبئة والزلازل والغريق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية والموت الفجائي. اذكر يا رب جميع الأساقف المستقيمين الرأي القاطعين كلمة حقك باستقامة، اذكرني أنا أيضا غير المستحق بحسب كثرة رأفتك، واغفر لي كل ذنوب التوعية والكرهية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. اذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحدا منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب بخيريتك وتجلى لنا برأفتك الغنية، هبنا الأهوية معتدلة نافعة، جد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض، بارك إكليل سنة خيريتك، كف شققات الكنائس، واخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، اقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكوتك جاعلا إيانا أبناء للنور أبناء للنهار. هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك قد منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم، اذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. اذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام، صحيحا معافا مكرما مديد الأيام، مفصلا كلمة حقك باستقامة. اذكر يا رب أولا أبانا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام، مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الإكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. مع روحك أعطاك المسيح رب الهبات أن تصنع حتى بعد موتك المعجزات، فمن بقاياك نستمد نعمك شريفا في الحياة مجيدا في الممات. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي، يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم محفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نساب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا
والسلام للعالم من الرب نسأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. واهلنا أيها السيد لأن نشر بدالة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية بارك الذين أحمل لك رؤوسهم قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم ابعدهم عن كل عمل شرير وضمهم إلى كل عمل صالح اجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد فلنصغي المقدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الإله آمين. أيها المسيح حكمة الله وسلامه وقوته يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء يا من لأجل حنو محبتك البشر الذي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسارة الآب الأزلي يا من بحسب البشر التي أخذتها ارتضيت الألام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحربة والموت أمت أهواء جسد المفسدة للنفس يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة
أوضحني إناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكون بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل القديسيك، لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له، وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها المسيح، تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، طوعيا أو كرهيا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعفو واغفر واصفح لي عنها كلها، بما أنك الصالح والمحب البشر، وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله، يا من برر العشار ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر، واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملة لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي، الشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور، آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، أؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية، آمين. هانذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. بني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذى العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قدسي كيف أدخل أنا غير المستحق، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتي والملكوت المستقبل،
أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. بني اليوم شريكاً في عشائك السر يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفاً. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك؟ سبحوا الرب من السماوات، هاللويا. سبحوا هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا روح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلاصنا. اغسل يا رب خطايا وذنوب وأثام عبيدك بدمك الكريم بشفاعة القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وقديسي. قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا روح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلاصنا. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. تبارك الله إلهنا، كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة.
احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهرة غير الميت السماوية المحيي الرهيبة، فلنستقيم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. يا رب نشكرك أيها الرب إلهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحسانا وتقديسا ولشفاء لنفوسنا وأجسادنا. فأنت يا سيد الكل هب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد ولطرد كل مضاد وللعمل بوصيات ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. نخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتوكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ كمال كنيستك وقدس الذين يحبون جمال بيتك. أن تشرفهم عوضا عن ذلك بقدرتك الإلهية ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك لكنائسك للكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإياك نرفع الشكر والتمجيد ولك نسجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. لقد تم وانتهى على قدر طاقتنا سر تدبيرك أيها المسيح إلهنا، فإننا قد حصلنا على تذكار موتك ونذرنا رسم قيامتك وامتلأنا من حياتك التي لا منتهى لها وتمتعنا بنعيمك الذي لا ينفذ. فارتضي إذن أن نستحقه كلنا في الدهر الآتي أيضا بنعمة أبيك الذي لا بدء له وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم والقديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس شفيع هذا الدير المقدس والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر والقديس العظيم في الشهداء كريستوفوروس وأمنا البارة مريم المصرية
وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديس خرالمبوس، ولوقا الطبيب، والقديس نيكيفوروس الأبرس، والقديسين المشرفين، الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين عديم الفضة وشافي المرضى كوزما وذميانوس كيروس ويوحنا بندليمون ويرمولاوس، والقديسين الصديقين جردي المسيح الإلهي وأكي محني، وأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكابادوك المظهر الأمور الإلهية، والذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار أبينا البار يوحنا السلمي، والقديس خريستودروس الذي في جزيرة باتموس، وجاء الذي نقيم تذكارهم اليوم وجميع القديسين. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم سالمين بنعمة وبركة، وسنيكم أبنائي مباركة مديدة بالقداسة والنعمة. أبنائي صباح الخير للجميع. اليوم الأحد الرابع، القيامة، نور القيامة بيصدع في كل نفس محبة للمسيح. ربنا يبارككم أبنائي. القديس يوحنا السلمي اللي اليوم الكنيسة وضعته في الأحد الرابع من الصوم، شفاعته تكون معنا، وهو يعطي وطننا وكل العالم كل نعمة وحماية وبركة. أبنائي اليوم سمعنا للإنجيل اللي فيه شفنا الإنسان اللي كان فيه شياطين اللي أدت لأمراض، والمسيح كيف شفاه. هذا الشفاء اللي أعطاه اليوم المسيح لإله، أعطاه حتى يشفي كل واحد فينا. اليوم إنجيل اليوم والكنيسة بتدعو كل واحد فينا إنه يأخذ هاي النعمة الشافية من المسيح اللي هو طبيب نفوسنا وأسادنا. وعشان هيك نحن في جسد الكنيسة اللي نحن كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد زي ما صلينا، هذا الاتحاد بين بعضنا البعض بجسد يسوع المسيح القائم من بين الأموات بعطينا نحن حياة. ولكن حتى هاي الحياة تجري فينا لازم نحن نطيع وصايا يسوع، مثل اللامبة في الترية. اللامبة بتيجي وبتنحط في الترية لحالها، ما بتضوي اللامبة، ولكن بتأخذ من لما نربطها مع الترية اللي بيجي فيها النور. هيك نحن كمان الوصايا هي مثل الترية، فهيك نحن منيجي ومنحط تعاليم ربنا ومنسكرها مع وصايا، يعني نحن بطاعتنا لوصايا، وهيك بتيجي النعمة الإلهية اللي هي بتخلصنا. الوصايا وتطبيقها ما بتخلصنا، ولكن تطبيقنا للوصايا هو اللي بيخلي النعمة إنها تسري فينا. فبالتالي هيك نحن بنعمة الروح القدس نخلص بيسوع المسيح القائم من بين الأموات. هاي النعمة أبنائي نحن في زمن كتيرين محتاجينها، وبالتالي نعمة ربنا اللي هي تعطي كل واحد منا سلام، وهذا السلام يقدر يعطينا سلام نفسي. بشوف كتير مرات قديش تهافت أبنائنا على كل مكان
حتى يأخذ أغراض. وصات الكنيسة أبنائي إنه ما نتهافت، كل شيء موجود. وبعدين مش لازم يكون في عنا أبعاد نفسية اللي تخلينا إن نقتني مقتنيات اللي نفكر من خلال هاي المقتنيات نحن منكون في أمان. لا أبنائي، الأمان فقط منكون لما منكون مع المسيح. المسيح هو الوحيد اللي بعطينا أمان، مش أي إشي تاني. عشان هيك لازم نروح للنبع، والنبع هو المسيح، ونأخذ منه هو كل نعمة وكل سلام وكل بركة. أحد مبارك أبنائي، ربنا يحميكم، نعمة المسيح تكون معكم ودائما تحفظكم كل أيام حياتكم. أمين.